فيك. لطفي مرحبا بك في بلادك. يعيشك ونشكرك على المقدمة وتحية للشعب وكل اللي يشوفوا فينا. سي فريمون لو كونسيبت تاع ليميسيون اي مانيفيك باسكو راح يلم صح فريمون المغرب الكبير، دونك تحية كبيرة للميسيون. كان كود كور كود جول. عجبتني ليميسيون خويا شويه منشار وبعدك شويه مفليرين وداك الشيء. والله طول طون والله غير يا اخي كل دقيقه لي كود كور دايور. كيف قلت لكم ديجا ليميسيون بالنسبه لي سي ان كود سي نورمال. صافي بليزير هكا باسكو قلت لك لي كونسيبت ما زلت العقده هذيك تاع الليبي والمغربي ديجا مادام كان استاذ مثقف واستاذ مثقف بالك اكثر منه ها يا اخي زين خرج من بطاقه الدار اللي قلت كود كور ليميسيون. فوالا. ولكن انا سؤالي هو علاش قريتي لا جيولوجي يعني غدير شوفي نقول لك الحق الحق الحق. انا كنت نقرا كنت حاب نبطل القرايه من الاول من الاول بصح كان انسان واحد اللي قريت عجاله هي يمه كانت تقول لي ما تحرمنيش من الباك. يا ولدي جيب لي الباك هاك تعرفي قدام الجيران وقدام خاطرك الوالدين فينالمون وقتها يفرحوا كي يشوفوا باللي ولادهم قراو هما هذيك ما يسحقوا نسوار ما يبقى. هي كانت باغيه غير الباك زعما حبت باك بالنسبه لها الباك بركه جبنا الباك قالت لي باك يا ولدي شصار الناس كل عندها الباك درك جيب لي الكادر هذاك اللي يتعلم يا يما خمس سنين جيب لي الكادر دونك. ولكن علاش ما اختاريتيش يعني مدرسه الفن ولا الغناء ولا شي حاجه علاش جيولوجي؟ انا اصلا والله يا أختي إلى يومنا هذا لا أعتبر نفسي يعني مغني ولا فنان. أنا هذه الموهبة كانت عندي كتبت أغاني الناس تقبلوهم بعدك ولا يقولوا لي ياك مغني ياك تعرف تغني وأنا أصلا نكتب واش كان في قلبي برك يعني حتى الآن يعني مانيشني معتبر نفسي. هي جات صدفة يعني والله غير صدفة يعني كتبت أغاني خرجناهم في كاسات ما خرجناهمش حطينا سجلناهم في كاسات الألبوم الأول تاعنا خلا أنا وصحيبي وهاب ابري الالبوم هذاك دوبليكاوه طبعوا من وصل حتى لهنا للمغرب وين يعني نلقى ساعات دي جان كيما قبيله قيت الباسيست تاع الجروب هذا قال لي كنت نسمعك ملي كنت صغير الالبوم الاول يعني سبحان الله يعني كنظن انت الرابر اللي في المغرب الكبير اللي هو اللي عنده اكثر لي فان في المغرب كله المغرب الكبير كله فوالا لانه بالك بديت الاول سافي با دير كو شوي الميور باسكو بالك بديت الاول دونك لي كاسيت تاعي كانوا يتسمعوا وكنت نخرج بزاف حنا في الجزائر مو يعني الوقت هذا كلش عندنا تما في الفاره دونك كنت كل شهر شهرين نخرج نطبع كاسيت نطبع كاسيت. لطفي انت ساكن في غرنوب؟ نص بنص نص شويه في غرنوب ونص في عنابه. فوالا لاني نجي اكثر في الجزائر يعني مقيم برك لهي. انت الغنى بالنسبه لك واش هو موهبه؟ واش هو هوايه؟ او لا هو وسيله لاشياء اخرى؟ قادر يكونوا في ثلاثه مع بعض. هو بدا لعبه بدا لعبه يعني ما ديسيديتش اليوم 21 جانفي راح نولي مغني لا بدات هكاك نعبروا على مشاكل نضحكوا نكتبوا سي بور سا الالبوم الاول تلقى شويه قاصح وفيه امور يعني تقالوا غير اونتر لي جون ما تلقاوش اون فامي دونك اخي هاي الاخت عم بالها ما نعرف كيما سمعت البابا هذا لا سمعت له غير كلكم سمعت له غير دونك فوالا اي ابري الانسان يشوف باللي عنده صدى ها ايكو كيما الاخ دونك عندك ان ايكو ماشي 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 كبير وبعديك المرحله الثالثه تشوف باللي الصدى تاعك راهو ياثر في الشباب يعني واحد يقول كاني عجبتني تاثرت بها الاخر كنت حنبطل القرايه الاخر راني كنت ندور مع واحد بعديك فقت بيه كيبدا يقول لي تشوف باللي تولي عندك ميساج ياثر ومن بعديك كاين اون باراليل به الانسان به ما يكونش منافق كاين لاسبي كوميرسيال دو لا شوز خاطرك جينيرالمون المغنيين ديما ما يحبوش يحكيوا على السوارد باسكو في لا سوسيتي تاعنا عيب تحكي على السوارد وهي لا ماشي غير في لا سوسيتي ديالنا حتى عند الفرنسيين مثلا عندهم العيب تهضر على الفلوس ليزامريكان لا صح عندهم عيب تحكي على الفلوس هي لا باسكو كاين ان انفستيسمون كيما الحصه دي لازم دي لوميير كليراج دي كاميرا مخرج لازم مامادو يخلص لازم ولكن الشيء جد الموضوع والله العظيم ولكن الشيء اللي اضافي بالنسبه لك هو انك انت مع هذا الشيء كله طبعا الكوتي مادي ولكن كتستعمل هذه الموهبه ديالك في السوسيال فوالا اكزاكتومون حنا كنعرفوا انك داير اون ايميسيون ديال فوالا لو ان تي في ثلاثيام وابخي شين بريفي اللي في عمرها عام خلاص هضر ما قلقش لا وعندي قضيه اخرى انا حاب ياس قلت ماشي مشكل حيدا في المونتاج فضح متفاهم مع المخرج انا صاحبي صاحبي حمزه نعم هكا
تعدى من الاول شفت الصغار مثلا كي عندهم عباد يزون دي زانفيتي عندهم عشاء يوكلهم الاول باش ما يقلقوهمش من هكا تعدى من الاول اختانا ما كرهتش اخرج برك والله احنا بغينا نخليوه معانا لا لا انا حزه مهم عندي الله يحفظك قلقنا قلقنا الله يحفظك ونصل الى نهايه الحصه وبهذا يكون انتهى البرنامج تفضل حمزه يلا اليوم غنهضر لكم على موضوع بارك الله امشي لهيه هضر معايا هضر معايا اليوم بغينا نهضر لكم على موضوع ديال الرشوه ولكن بشرط واحد تدوروا معاه واخا ولكن نخليكم تفكروا دابا ما تزربوش على معك قدام الكاميرا ونوصل القضيه للمحكمه يلا قلت لك بغى يصيفطني شي نهار يلا والله انا شديت لك هو يروح انت ما تروحش لا انت ثاني دورت معاه لا شي خصنا الواحد يبدل راسه يعني من راسه يحيد يقول انا ما غاديش نعطي الرشوه حيت ملي كتمشي لشي بلاصه باش تصور شي ورقه ولا شي حاجه راه tu n'es pas obligé ماشي tu n'es pas tu ne dois pas ما خاصكش تعطي فوالا ما خاصكش تعطي لابسيس لابسيس حمزة اختار الحق الانسان ما في عدم هذا الحق ترجمها ماكش مفطر مفطر واذا اضطريت هل ديرها ولا لا انا لا انا زعما فرانشمون اقسم يمينا بلا زعما بلاك دوبنا راه ما فيها النفاق الناس اللي كيتفرجوا اليوم جمعة يا خويا جاوب برك على السؤال والله على الصدق انا ما كديش ولكن لا والله ما تنعطي الرشوه انا جامي درتها جامي جامي لا في اقسم يمينا بلا واحد النهار نهار جارك جارك وصافي المهم ما تحرجوناش انا ما استغفر الله لاحظت في الكليب اللي شفنا وتا دابا عندك لي تيشيرت ديالك كاتب فيهم دي ميساج وي بحال الدين از واي اوف لايف اوف لايف واش حتى التيشيرت الاخر كتشوف فيه مسلم يونايتد زعما لو ستيل ديالك و تو باس دي ميساج اترافير لي تيشيرت ديالك ولا لانه انا نظن وربما كل انسان محتاج ان روبير يعني مرجع صح والشباب تاع درك تايهين يشوف القدوه تاعو جوار تاع فوت دونك شعره يمشط هكا الاخر تاع شعره هكا يشوف جوار تاع فوت ولا يوشم دونك هو انا بالنسبه لي هذيك القدوه نوشم عادي يشوف انسان يفجر نفسه يقول لك مال هذيك القدوه اني نروح نفجر نفسي يعني اصبح يعني لي روبير ما عدناش نعرفوا شكون اور عم بالنا احنا اصلا يعني بلا ما نكون متشدد ولا انه ربي سبحانه اللي خلق العباد اعطاهم يعني كيما نقولوا احنا مود دومبلوا ها واش مع المرجع هاي الوسطيه هاو المعيار دونك باش خرجت لك على الموضوع باش نرجع انا باش نرسخوا في اذهان الناس الدين راهو ديما يبقى مهما نكون مهما ندير ومهما ديما نرجع ديما ربي يعني هو لو روبير ديالنا هذا كو لو روبير صافي الناس كيشوفوه في لاتيلي مسلم يونايتد وكلش كيما تاثروا بحوايج اللي خايبين يقدروا تاثروا بحوايج اللي مزيان خير من تيشيرت مصور فيه بين قوسين مراه مش لابسه قشها ولا مصور فيه واحد مسلم اللي عادوا شباب يحبوا يلبسوهم فاون بريفير نديروا هكا ولا تصوير تاع شهيد ولا هذو الامور ترجع شويه نعم بارك الله فيك نعم